بان هي قدرت بمنظومه العيش اللي عاملينها تخدم مشروع قناه السويس في مبادره كريمه من خلال هذه المنظومه الخاصه بالعيش. وفي محافظه الاسماعيليه قدر يوفر كميات من العيش يوميا للعاملين في حفر قناه السويس بشكل مميز مجاني. وده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على نظام مختلف، شكل مختلف. والحقيقه كانت محافظه الاسماعيليه من المحافظات المتعاونه جدا، ليس فقط ان احنا بنطبق منظومه فيها، لكن معالي المحافظ والقيادات التنفيذيه في المحافظه كانوا بيشاركوا فعلا بروح في ان هذه المنظومه، لان كانت دي تاني محطه لنا في تطبيق منظومه العيش، كانت من المحطات الناجحه جدا. فانا بشكره مره.